إيران تقدم كشرطي وحيد في المنطقة، كيف ترى إذن التهديدات الإيرانية المتوالية للمملكة العربية السعودية؟ ما هقول لحضرتك، عشان تعمل ده زي ما قلت لحضرتك كان لابد من، ما هو يعني أنت، فلابد من إضعاف المنطقة العربية. اشتغلت حطت نفسها في 30 حتة عشان تكلبش خاصرة المنطقة العربية بالكامل، حطت نفسها في إيران، في لبنان، في حزب الله، وبعدين دخلت على اليمن لدى الحوثيين، وبعدين دخلت على القضية الفلسطينية دعمت الجهاد وحماس، كويس، وبعدين دخلت على العراق عن طريق بعض الأحزاب الشيعية في العراق وكلبشت الواقع العراقي وبيت الفعل الرئيسي. في الوقت ده شغلت العرب والمصريين والسعوديين بقضية القاعدة والإرهاب اللي هي دعمتهم داخلها. يعني لما أفغانستان حصلت تفجيرات 11 سبتمبر وحصل أن رجال القاعدة هربوا وراحوا إيران، عملت لهم ملاذات آمنة بما فيهم أبناء أسامة بن لادن، وبدأت إعادة تدريبهم ودفعهم إلى العراق ثم تمويلهم داخل العراق عشان ينتشروا في المنطقة، عشان تشغل العرب وتشغل مصر وتشغل السعودية وتشغل العرب بقضية الإرهاب، وتشتغل هي في تحجيم قدرات المنطقة والتواجد في المنطقة، عشان لو انت عايزة تشتغل في لبنان تشتغلك بحزب الله، عايزة تشتغل في اليمن تشتغلك بالحوثيين، تشتغلك في الجنوب سعودي بالحوثيين، تشتغلك في المنطقة الشرقية. طيب خلص هذا الموضوع، وصلنا لنهايته. ايه كانت نهايته؟ اتفاق الدول الخمسة زائد واحد، اتفاق النهائي اللي وقع ما بينهم على البرنامج النووي. كانت بدايته ازاي؟ وده يمكن كلام ناس كتير ما تعرفوش، ويمكن اول مره يتقال. كان الاخ اوباما الرئيس الامريكي ذهب في عزاء الملك عبد الله، وقابل الامير سلمان انذاك الملك القادم، وتحدث مع الاسره الحاكمه في السعوديه على منطقه موضوع ايران، وقال لهم بالحرف العلاقه مع ايران يجب أن تكون علاقة عادية جدا، لأن إيران جسم في المنطقة موجود وإحنا خلاص هنخلص معاه وهنوقع معاه، وبالتالي يجب أنكم تسمعوش كلام حد، لا تسمعوا كلام المصريين ولا تسمعوا كلام الإسرائيليين، لأن برضو بالمناسبة الإسرائيليين متخوفين جدا من القنبلة النووية، وهنا الميزة النسبية الجديدة في المنطقة اللي هنتكلم عنها بعد كده في الصراع مع إيران، وبالتالي لازم أن بسرعة تقعدوا مع الإيرانيين و تخلصوا هذا الملف، لأنكم هتعيشوا في منطقة واحدة، يعني بالبلد كده يجب أن تسلموا بوجود إيران كدولة محورية قوية تقود المنطقة، وسيبكم من قصة العرب، وسيبكم من قصة مصر، وسيبكم من محور مع مصر. وبدأوا يشغلوا لهم الجنوب السعودي عن طريق الحوثيين في مناوشات، عشان سياسة عض الأصابع، وانس أنا قلت آي يبقى تعالى نقعد مع الايرانيين ونخلص. مشي الاخ اوباما من هنا، راح وفد مصري، وكان موجود فيه مدير المخابرات العامه المصريه، وكان فيه وزير الخارجيه، وتحدثوا بوضوح شديد مع السعوديين والاداره السعوديه حول ان الانصياع للرؤيه الامريكيه دي يؤدي الى تمزيق المنطقه العربيه بالكامل، وتعيين ايران شرطي لهذه المنطقه إلى الأبد، وإن البداية الحقيقية هناك في اليمن، ومن هنا بدأ التحالف الرئيسي لضرب أو لاستعادة الشرعية واستعادة القانون في اليمن، عشان تحجيم الدور الإيراني في المنطقة هناك. عشان طيب. كده لما كان الناس بتتكلم إنه مصر ليها لازمة تروح، فكنا ساعتها بنقول ليها لازمة ونص، لأن القضية قضيتها، ولأن المحور هي اللي بتقوده. طيب.